من أسئلة الكتاب شابتر 10 بروبلم 17: A house at the bottom of a hill is fed by a full tank of water 6 meter deep and connected to the house by a pipe that is 75 meter long at an angle of 61 degrees from the horizontal. في البارت A determine the water gauge pressure الزيادة عن الضغط الجوي at the house. في البارت B how high could the water shoot if it came vertically out of a broken pipe in front of the house. في البارت A طالب الجيج بريشر البريشر جيج اللي هو الزيادة عن الضغط الجوي equal zero في الجي في الاتش. الرول الووتر 1000 الجي 9.8 الاتش عندنا 6 متر فيرتيكال وعندنا 75 inclined يبقى 75 المقابل sin 61 degrees يبقى الاتش عبارة عن 6 plus 75 sin 61 equals ال 1000 في 9.8 والارتفاع 6 plus 75 sin 61 عبارة عن 71.6 meters equals نضرب في 9800. التوتال بريشر الجيج بريشر 701,645 باسكال او ممكن نقول 702 كيلو باسكال. في البارت بي طالب الارتفاع اللي تصعد له المية لو حصل بريك في البايب هنا كده والمية حصل لها شوتينج اب، طبعا هتصعد لغاية ما تتوقف. انا عايز اقول هتطلع نفس الارتفاع اللي هو بدأت منه لو مفيش طاقة لوست. نطبق برنوليز ايكويشن، هقول البريشر 1 بلس الرو في الجي في الاتش 1 بلس نبدأ بهاف رو في 1 سكوير بلس رو جي اتش 1 بلس البريشر 1 اللي لسه حاسبينه هيساوي half rho v2 square plus rho g h2 المطلوبة plus v2 at maximum height 2 ايه؟ مبدئيا ال v1 او خلينا نقول طالما قلنا ماكسيمم هايت يبقى ال V2 equals 0 والبريشر 2 equals 0. لما نعوض اذا احنا عندنا ال V1 تحت خالص بزيرو، المية ماشية شبه بطيئة جدا او مش متحركة لو مثلا قافلين الحنفيات فالمية بتتحركش وبالتالي ال V1 equals 0 فده طار وال H1 equal 0 لان ground. يبقى ال pressure 1 اللي حسبناه اللي هو 701645 ده الوحيد اللي في left side equals عند اقصى ارتفاع ال V2 equal 0 ال pressure equal 0 لان متعرض للضغط الجوي واحنا بنشتغل gauge pressure وبالتالي مفيش غير ترم واحد اللي هو الرو في الجي في الاتش. طبعا نلاحظ ان هيطلع نفس الاتش اللي حسبناها من شوية اللي بدأنا بيها، يعني هرجع تاني اقسم على نفس 9800 يديني نفس الاتش اللي حسبناها من شوية اللي هي 71.6 meters.
طالما نزل من ارتفاع وصعد لنفس الارتفاع ومفيش اي انرجي لوست، هيصعد لنفس الارتفاع. يعني لو في طاقه لوست طبعا هيصعد اقل شويه، يستحيل يصعد اكثر من اللي بدا منه، ولكن يصعد اقل شويه لو في طاقه لوست، وده اللي بيحصل فعلي. ولكن هنا مفيش اي طاقه لوست نتيجه مثلا اير ريزيستنس او الاحتكاك بالهواء الاير فريكشن، وبالتالي هيصعد نفس الارتفاع اللي حسبناه.